تحية طيبة مشاهدين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف 00971436272 مكرر 89 و 00971436272890 مهيئ أمام حضراتكم للمشاركة والتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدين الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الجوزاء الهوائي حتى الساعة 8:40 من مساء الأحد، ليدخل بعد ذلك برج السرطان المائي ويظل فيه حتى الساعة 5:36 من فجر الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الأسد الناري ويمكث فيه حتى الساعة 4:56 من مساء الجمعة، ليدخل برج العذراء الترابي ويبقى فيه حتى الساعة 5:41 من فجر الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل. حاليا وحتى مساء الأحد في برج الجوزاء الهوائي، من مساء الأحد وحتى فجر الأربعاء في برج السرطان المائي، من فجر الأربعاء وحتى مساء الجمعة في برج الأسد الناري، من مساء الجمعة وحتى فجر الاثنين في برج العذراء الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد من الساعة 8:04 فجرا وحتى الساعة 8:40 صباحا. يوم الأربعاء من الساعة 4:28 فجرا وحتى الساعة 5:36 فجرا. يوم الجمعة من الساعة 4:03 مساء وحتى الساعة 4:56 مساء. يوم الاثنين من الساعة 5:08 فجرا وحتى الساعة 5:41 فجرا. أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي مشاهدين الكرام للتواصل أو المشاركة في برنامج البرج العالي، ولمن صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الإنستغرام البرج العالي. ننتقل لأول مكالمة هاتفية نشوف مين على الخط. ألو، تفضلي. ألو، تفضلي على الهواء. برجي 15/8/92. اوكي. ساعة الولادة من الساعة 1:30 ظهرا حتى الثالثة ونصف. منو وياي؟ وبرج الثاني 73. ايش قد؟ كم؟ كم؟ 3/7/73. طيب شنو؟ حابة نسأل عن الصحة والعمل والزواج. المنو؟ لأي تاريخ؟ أبراج الاثنين. أوكي، من ناحية الصحة هذا التاريخ الأول برج الأسد، من ناحية صحية ينتبه إلى منطقة الظهر العمود الفقري، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة، ما عنده مشكلة بصورة عامة. ومواليد برج السرطان ينتبهون إلى أمراض الدورة الدموية بصورة عامة، أيضا ما عندهم مشكلة. من ناحية العمل أيضا وضعهم طبيعي بصورة عامة، ما عندهم البرجين ما عندهم شيء يساعد ولا أكو شيء يعطل. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو، ألو، ألو. نعم مشاهدين الكرام، أرقام الهواتف 00971436272 مكرر 89 و 00971436282
مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الإنستغرام البرج العالي. ألو 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 تفضل. ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. من يعني؟ أنا بها من العراق. أهلا وسهلا بها. بها اسمعني شوية، ابتعد عن التلفزيون. لا اوكي تفضل. بس عندي مواليد جسم الخاص الشخصيه. ابتعد عن التلفزيون بها رجاء. نعم اوكي. بس اعطيني المواليد ايش قد قبل ما تبتعد. 24/6 24/6 اوكي 2015 2015 ساعه ايش؟ اي والله الساعه 3:10 الظهر. زين شنو سؤالك بها؟ هذا طبعا من مواليد والله الخاطه الشخصيه. والله سالي والله شو عندي موجود جديد اشوف. الله يخلي لك الخاطه الشخصيه مالتي 24/6. وهذا سؤال اخر استاذ خلاف بزعم عليك بالنسبه مساخ خلو القمر. والله سالتك ما جاوبتني عليه، يعني شلون اقفى قاعده ثابته يخلو مساخ القمر؟ يعني انا متابعك لا ما شوف خلو مساء القمر يعني من برج لبرج يختلف كل شهر، يعني من شهر الشهر. ايه مو ما جاوبتك بس يمكن يعني لا يمكن جاوبتك بس يمكن ما ادري مو مشكله احتمال صار التباس معين. فتره مساء خلو مساء القمر هذه مو ثابته، يعني لا هي ولا انتقال الكواكب العفو هذه ما تكون ثابته من تنتقل البرج الى اخر، من تنتقل من برج يعني القمر من ينتقل من برج الى اخر هذه الزاوية يعني نعم. العفو الشكل مثلا من يكون فد برج معين مثلا على سبيل المثال برج الجوزاء لحد ساعة 2:00 نعم. وشوية اليوم مثلا ورا يعني ورا نص الليل فجر الأحد يعني مثلا ممكن هسه اكو زوايا وراها من هاي الفترة قبل ما ينتقل للبرج الآخر يعني على هذه إذا هيك بس اشوفك اياها من بعيد أنت مثلا إذا نعم. عندك على فترة من انتقاله من برج إلى آخر مثلا هاي الفترة من ينتقل هسه مثلا عندنا هنا أنا هو اوكي نعم اسمعك ما ادري اذا اشوف التلفزيون لو لا واضح 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 اوكي هاي هسه مثلا هو سوى بالجوزاء من ينتقل للسرطان يجي لهنا أنا اوكي هاي الفترة متى مو سوى عاد راح تختلف مثلا من برج الى مثلا حسب الزوايا اللي راح تصير عندك نعم. فهذه مو ثابته ما نقدر نحسبها احنا يعني هذه هي موجوده انا عندي مثلا مال 200 او 500 سنه لي قدام بعد وعندي مال 2000 نعم. سنه لي قبل فابد ماكو نعم. يعني تصدف انه قليل يمكن فد كل كم الف سنه يمكن يصدف فلان يوم انه صار يجي شيء بس هاي جدا جدا نادره يعني انا اقول يعني ماكو قاعده ثابته لا ماكو يعني ماكو قاعده ثابته تستند عليها لا ماكو هذه لا هي يعني قصدي اذا قمر بالجوزاء يعني شهر يجي قمر بالجوزاء ما يطلع نفس المسار لا غير شكل لان الكواكب حتتغير هسه مثلا عندك الزهره مثلا خلينا نقول على فد درجه معينه الشهر الجاي راح تكون بغير درجه فراح يكون الزاويه غير شكل يعني حتكون الزاويه اسف غير شكل الزحل راح ينتقل للقوس الى اخره فهو حسب الزوايا من ماكو زوايا من ماكو زوايا يصير عندك هي هاي يسموها فترة خلو المسار فترة خلو المسار هي فترة غير إيجابية المبادرة بأي خطوة جديدة بيها بس هاي من ناحية إيجابية العفو السلبية من ناحية إيجابية من نريد نكذب على أحد على سبيل المثال أو نوعده بشغلة مثلا أنت محرج قدام شخص تريد توعده بشغلة بس أنت ما تريد تنفذها وما تريد تطلع فاش يعني فشنان حشاك قدامه اعطيه وعد بهذه الفتره، بهاي الفتره هو يقلب عليك مو انت. فاكو وعود الدول الكبيره العظمى ينطون وعود بهذه الفتره بالذات يعني الدول العظمى من ياخذون قرار معين ياخذون هيك بعد بالاخير هو يطلع الزين والدوله اللخيه تطلع مثلا مو زينه. نعم نعم نعم. عموما ما اريد هسه حتى اخر وقت. انا مجربها الاول ثلاث انا مجربها ليش اشوف اسال عليها يعني اعتمدها حيل صدق مجربها يعني اوكي بس هذا خاطر الشخصيه اوكي هسه اوكي شو تريد تسالني عليها؟ انا حق اسجلها لا 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 ما عندي وقت اليوم شويه عندي ماده هوايه انت اسالني اجاوبك
لا هو هو خاصه شخصيه، الطالع ما تطالع وش اسمه الطالع العقرب. الطالع العقرب ويقول ايه؟ والكواكب بالبيوت. اوكي الكواكب بالبيوت عند الشمس، طبعا الشمس شو اسمه الشمس في السرطان. اوكي نعم. الشمس بالسرطان بالبيت 11، القمر بالميزان بالبيت 11 عطارد بالجوزاء. هذا علمه انه ما يكون يعني من النوع اللي حشاك مثلا يمكن يكذب او كذا، يعني يكون عنده خيال كلش قوي، فحاول انه من البداية تعلمه على انه يعني ما يبالغ بكلامه او كذا في سبيل انه لا يتفاشل قدام الزقاء. عطارد بالجوزاء بالبيت 8، هذا يكون يبدي بالامور يعني يبدي اهتمام بالامور الروحيه. الزهره بالاسد بالبيت 10، هذا يكون عنده مجال للشهره. اوكي المريخ بالجوزاء هذا يكون كلش ذكي طبعا بالمناسبه بالبيت 8. احسنت مستقبلا. اوكي المشتري بالاسد بالبيت 10، هذا يعطي مجال اكثر انه الشهره وهيك اشياء. زحل بالعقرب. اوكي بالبيت الاول، هذا يخليه يتحمل مسؤوليه اكثر. اورانوس بالحمل بالبيت 6، نبتون بالحوت بالبيت 4، واخيرا بلوتو بالجدي بالبيت 3. والسابع فارغ؟ أوكي. نعم ما السابع فارغ اي فارغ ما الزوجية. اي ما عنده مشكله، لا ما عنده شيء ان شاء الله. يعني الله ما منلك السخرات. اهلا وسهلا بك. اشكرك. هلا بك. مشاهدين كرام، ارقام الهواتف 00971436672 مكرر 89 و 00971436702890. مهيئ امام حضراتكم للمشاركه او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه، وعلى الانستغرام البرج العالي. نكون الان مشاهدين الكرام مع كوكب الزهره في الساعة 11:29 من ضحى يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر. يعود كوكب الزهرة الذي يتراجع في برج الأسد الناري إلى حركته الأمامية الإيجابية. سيمكث في برج الأسد حتى الساعة 8:29 من مساء يوم الخميس الموافق 8/1 أكتوبر. خلال فترة تراجع هذا الكوكب توترت الكثير من العلاقات بين الناس، لا سيما العاطفية منها وبين المتزوجين والأحباء بصورة خاصة، ولم تعرف الأمور المالية الاستقرار. اعتبارا من يوم الأحد وصاعدا تبدأ الأمور العاطفية في التحسن تدريجيا، تزول هذه العوائق ويصبح من السهل أكثر إيجاد قاسم مشترك يجمعنا معهم، لا سيما الذين يهمنا أمرهم ويشعر بذلك أولا مواليد برج الأسد. سيشعر مواليد برج الأسد بتحسن يطرأ على مظهرهم الخارجي وبقوة العاطفة وتجاوب أحبائهم معهم. منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة، ومنهم من يعزز العلاقة القائمة إذا كان راضيا عنها. يستفيد معهم في ذلك مواليد الأبراج النارية والهوائية، أي الحمل، القوس، الجوزاء، الميزان والدلو. وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب الزهرة في برج الأسد الناري. لا تكمن الاستفادة فقط في الناحية العاطفية، وإنما تتعداها إلى الناحية الفنية والمالية. من يولد وكوكب الزهرة في الأسد يكون إنسانا عاطفيا بحاجة إلى طرف آخر يتفهم عاطفته ويتبادلها معه في حرارة وانسجام. وما يميز الأشخاص الذين يتواجد كوكب الزهرة في برج الأسد لديهم، بغض النظر إن كانوا من مواليد برج الأسد أو حتى العذراء أو برج آخر، إنهم يكشفون بسهولة للطرف الآخر عن عاطفتهم من نظراتهم وتصرفاتهم. أثناء مكوث كوكب الزهرة في برج الأسد ستشكل زاوية واحدة فقط، وهي زاوية تراين الإيجابية مع كوكب أورانوس، تصل ذروتها في الساعة 7:00 يوم الأربعاء الموافق 23/7. هذه الزاوية تمنحنا الفرصة لعلاقة عاطفية مفاجئة. لوجود الزهرة في الأسد تأثير على جميع مواليد الأبراج، فيما يلي أبرز هذا التأثير. ونبدأ مع مواليد برج الحمل.
يشعرون بقوة الحظ في حياتهم عاطفيا وماليا، الفترة مناسبة للدخول في الحمل. هذه أفضل فترة لمواليد برج الحمل لتجربة حظهم بورقة يا نصيب. مواليد برج الثور تنصب أفكارهم حول مصالحهم العقارية والبيتية والعائلية في محاولة للدفع بها قدما. مواليد برج الجوزاء ينشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعززون العلاقة مع أخ أو جار. الفترة مناسبة لشراء أو بيع سيارة. مواليد برج السرطان تتاح الفرصة لبعض المكاسب المالية ويكون أغلبها من عمل إضافي أو استرداد مال سابق. بعض مواليد هذا البرج يحصل على هدية أو جائزة. مواليد برج الأسد هم أكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا، ومنهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة أو يعزز العلاقة القائمة إذا كان راضيا عنها، ومن لديه علاقة غير متينة تنتهي لتحل محلها علاقة جديدة. مواليد برج العذراء منهم من يبدأ علاقة عاطفية من وراء الكواليس. الفترة مناسبة للاتصال بمؤسسة أو شركة كبيرة والاستفادة منها ماديا أو معنويا. مواليد برج الميزان ينشطون اجتماعيا ويلتقون الأصدقاء ويتعرفون على أصدقاء جدد أو يلتقون أصدقاء قدامى، منهم من ينضم إلى أضوية نادي أو جمعية. مواليد برج العقرب يستفيدون في مجال العمل وفي علاقتهم مع المسؤولين، تأخذ شعبيتهم دفعة إلى الأمام. الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. مواليد برج القوس ينشطون في السفر والاتصالات البعيدة على وجه الخصوص. الفترة مناسبة لمتابعة قضية والطلاب الأكاديميين للدراسة والامتحانات. مواليد برج الجدي ينشغلون في إدخال تعديل على شؤونهم المالية. الفرصة متاحة لمكسب مالي من تركة أو تعويض أو شراكة معينة. مواليد برج الدلو يتركز اهتمامهم حول موضوع الشراكة سواء في العمل أو العاطفة. الفترة مناسبة لإتمام خطبة أو زفاف. أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل يستفيد في علاقته مع الزملاء، منهم من يبدأ علاقة عاطفية ضمن مجال عمله ليحذروا من الارتفاع في الوزن. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي من تأثير عودة كوكب الزهرة إلى حركته الأمامية الإيجابية في برج الأسد الناري، والله أعلم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام البرج العالي. ألو. ألو، نعم. مساء الخير. مساء النور. تفضل. مساء الخير استاذ خلاد. مساء النور، اهلا وسهلا. انا من مواليد 3/8. اوكي. 3/8/71. اوكي. منو جاي؟ ساعة الولادة الساعة 5 الصبح. اوكي. برموصل. اوكي. اريد الطالع بلا زحمة. ووضعيه الكواكب بالبيوت. من جايه؟ فراس. اوكي، فراس. فراس ابو شمس، اهلا وسهلا. دقيقه فراس، 3/1/1971، 5 الصبح بالموصل. بس سؤال استاذ خلاص. نعم. طالع وضعيه الكواكب. ايوه، اريد شو اسمه تركز لي على بيت المال والعلاقات والمرض، يعني الصحة. اوكي، ماليا وضعك طبيعي. اوكي، نقدر نقول عليه الطالع طبعا الاسد، برج الاسد الطالع الاسد. اوكي، وضعيتك. وضعية الكواكب، الشمس طبعا بالأسد بالبيت الأول، القمر في القوس بالبيت الخامس، العطارد عندك في العذراء في البيت الثاني، الزهرة في الأسد بالبيت الـ12، المريخ في الدلو في البيت السابع، المشتري في العقرب بالبيت الرابع، نبتون العفو زحل آسف زحل في الجوزاء في البيت 11،
وأورانوس في الميزان في البيت الثالث، نبتون في القوس أوكي في البيت الرابع، وأخيرا بلوتو في العذراء في البيت الثالث. أخ فراس، بيت الصحة فارغ، ما عندك العلاقات أشكال. ليش مثلا دائما يصير غلط بالعلاقات؟ ما عندك مشكلة يعني حتى يعني ما عندي مشكلة بالنسبة للكواكب؟ لا لا ما عندك إن شاء الله. زين الزهرة بيت الاثنى نعم بيت الاثنعش شنو بيت الاثنعش الزهرة الزهرة نعم بالبيت الاثنعش اوكي، والزحل بالجوزاء شيء مثل يعني الزحل بالجوزاء هذا يخليك تتحمل مسؤولية، والمريخ بدله عندي هذا. انت من النوع اللي ما تركز على فد شيء معين، من النوع اللي مثلا تشتغل اكثر من شغله على سبيل المثال في وقت واحد، انت لو تركز تنجح اكثر بحياتك. اوكي اخ فراس اوكي شكرا شكرا أخ فراس، ما اريد اطول على اللي وراي ريدي خابر. اشكرك شكرا جزيلا كلك ذوق. شكرا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو نعم الو. مشاهدين الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام والسناب شات البرج العالي. الو 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 نعم تفضل. الو تفضل تاع الهواء. اي نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. من جاي؟ وياك زياد. اهلا وسهلا زياد. اريد اعرف زياد شوي علي لي صوتك، علي لي صوتك واعطيني المواليد. مواليد 74 18 8 ساعة الولادة الساعة 5 الصبح. انت طبعا برج الاسد، الطالع الاسد ايضا اوكي. 3 2 2 9 1 ارقامك 1 و2 و9. شنو سؤالك حتى اجاوبك على اكثر اسئلة ببالك، لان يعني انت اخر مكالمة. الامور المادية والشغل يعني. اوكي. الامور المادية والشغل يعني. اوكي، كشغل ماكو شيء يساعدك ولا اكو شيء يعطل عليك، افضل فترة لك للشغل العفو للمال من 18 وصاعدا، هذه الفترة تكون آنذاك من 18 لغاية أو تقريبا أول كم يوم من شهر 11، هذه الفترة تكون لك فترة إيجابية من ناحية مالية خلال هذه السنة الأفضل. مع ذلك هذه السنة اللي إحنا بيها تستمر لغاية شهر 9، نص شهر 9 تقريبا خلينا نقول من عام 2016. أكثر شيء أنتم مواليد برج الأسد راح تستفادون من عنده هو المجال المالي، تحصلون على مكاسب مالية، ممكن عندك شغلة تبيعها تستفاد منها، أو تشتغل أوفر تايم، أو تشتغل بأشياء مثلا تجيب لك فلوس حلوة على سبيل المثال، تكون فت سنة مميزة من ناحية مالية. بس الأقوى تقريبا قلت لك بالتحديد من 18 وصاعدا. نعم. والعمل طبيعي، ما عندك شيء يساعدك ولا اكو شيء يعطل عليك. يعني حتى اذا قدم على شغل او شيء ابيادي يعني ما اكون متعطي. اي الحمد لله وشكر. اي مو مثل على سبيل المثال مواليد برج الحوت هسه مثلا، على سبيل المثال في السنوات اللي راح تجي حتكون عندهم صعوبه في مجال العمل، انت لا طبيعي ان شاء الله لا تشيلها من هاي الناحية. أوكي؟ أهلا وسهلا بك. مشاهدين الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام البرج العالي. نصل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. نقول لمواليد برج الحمل، تنشطون في مجال الاتصالات والتنقلات، منكم أن يقوم بنزهة قصيرة للاستجمام، تجد أفكاركم صدى إيجابيا لدى أخ أو جار، الفترة جيدة للدراسة والمطالعة.
من مسالح تشعرون بارتياح داخل البيت وبين أفراد العائلة. من فجر الأربعاء تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تقربكم من أحبائكم وتتاح الفرصة لمكسب مالي. من مساء الجمعة انتبهوا أكثر إلى صحتكم، خاصة أن العمل سيتراكم لديكم، لا تدخلوا في مواجهة مع أحد زملاء العمل. مواليد برج الثور، ينصب تفكيركم حول أفضل السبل لكسب المال والتخفيف من نفقاتكم. من مسالح تنجحون في إجراء اتصال أو قيام بسفرة قصيرة موفقة، الفترة جيدة لتعزيز العلاقة مع الأخوة والجيران وكذلك لشراء أو بيع سيارة. من فجر الأربعاء تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم. من مساء الجمعة ترغبون في تدعيم علاقتكم العاطفية، كونوا أكثر تفهما لوجهة نظر أحبائكم لا سيما أولادكم، لا تبالغوا في تجربة حظكم. مواليد برج الجوزاء، ثقتكم بأنفسكم كبيرة، أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على المبادرة والدفع بمصالحكم. من مسالح تحصلون على مبلغ من المال يكون على الأغلب من عمل إضافي أو تستردون مالا يعود لكم، منكم من يحصل على هدية أو جائزة. من فجر الأربعاء تنشطون في السفر والاتصالات، الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء لقاء، على الطلاب استغلال الفترة للدراسة. من مساء الجمعة تواجهون المتاعب داخل البيت أو مع أحد أفراد العائلة، احذروا في أي خطبة عقارية بيع أو شراء. مواليد برج السرطان، تشعرون بالتعب يسيطر عليكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، اخلدوا إلى راحة ابتداء من مساء الأحد، تفتحون صفحة إيجابية تعيد إليكم حيويتكم وتنجحون في أخذ زمام الأمور بأيديكم. ينتبه إليكم أفراد من الجنس الآخر ويرغبون في التقرب منكم. من فجر الأربعاء تنشغلون في إعادة تنظيم ميزانيتكم. من مساء الجمعة تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر حذرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن ولا تدخلوا في مواجهة مع أخ أو جار. مواليد برج الأسد، تنشطون اجتماعيا وتلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم ويميلون إلى تفهم وجهة نظركم، تجدون الأصدقاء يتقربون منكم. من مساء الأحد تتراجع صحتكم، أنجزوا ما باستطاعتكم من عمل ضروري وخذوا قسطا كافيا من الراحة. ابتداء من فجر الأربعاء تبدأون فترة أفضل بكثير، تتميز بالنشاط والحيوية ويعمكم التفاؤل. بوسعكم أخذ زمام الأمور بأيديكم والمبادرة بخطوة جديدة تعود بالنفع عليكم. من مساء الجمعة يتركز اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم، احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة واحذروا في خطواتكم المالية. مواليد برج العذراء، تنجحون في الدفع بمصالحكم الاجتماعية وتدعيم مكانتكم لدى المسؤولين، تجد أفكاركم صدى إيجابيا لديهم. من مساء الأحد تجدون الأصدقاء يرغبون في دعوتكم وقضاء وقت ممتع معكم، منكم من يتعرف على صديق جديد. من فجر الأربعاء تتراجع صحتكم وتفتقدون الكثير من نشاطكم وحيويتكم، اضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الآخرين، اخلدوا إلى الراحة من حين إلى آخر. ابتداء من مساء الجمعة تستعيدون عافيتكم وتبدأون فترة أفضل تستطيعون خلالها إنجاز بعض مصالحكم رغم العقبات والعراقيل. مواليد برج الميزان، تنشطون في سفر بعيد أو تجرون اتصالا مع شخص في مكان بعيد، الفترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من مساء الأحد تنجحون في تدعيم مركزكم الاجتماعي والمحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل، الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تعديل على عمله. من فجر الأربعاء تنشطون بين الأصدقاء. من مساء الجمعة تكون صحتكم بحاجة للرعاية أكثر ويتراكم العمل لديكم، اضبطوا أعصابكم أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير، تجنبوا مواجهة أحدهم واحذروا ممن يتآمر عليكم. مواليد برج العقرب، ينصب تفكيركم حول إدخال تعديل على ميزانيتكم، صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من مساء الأحد تنجحون في مجال السفر والاتصالات لا سيما البعيدة وتشعرون بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا. من يتابع قضية قضائية يكون راضيا عن نتيجتها، الفترة جيدة للدراسة والامتحانات. من فجر الأربعاء تركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل. من مساء الجمعة حافظوا على خط دبلوماسي أثناء التعامل مع بعض الأصدقاء، قد تتعطل دعوة اجتماعية موجهة لكم. مواليد برج القوس، تميلون إلى تبادل الآراء والأفكار مع شركائكم، بوسعكم إقناعهم بوجهة نظركم، الفترة مناسبة لتدعيم الشراكة.
من مساء الأحد ينصب تفكيركم حول وضعكم المالي، ثمة فرصة للحصول على مال له صلة بشراكة أو تعويض. من فجر الأربعاء تكثر لديكم الاتصالات والسفريات، ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد. على الطلاب استغلال الفترة للدراسة. من مساء الجمعة حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل، ولا تعطوا فرصة للمسؤولين لانتقادكم، انتبهوا إلى سمعتكم. مواليد برج الجدي تنشغلون في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم، بوسعكم إقناع زملائكم بوجهة نظركم وكسب تأييدهم لكم، لا تهملوا صحتكم. من مساء الأحد تشعرون بارتياح عاطفي وتعززون علاقتكم بشركائكم، الفترة جيدة لإتمام خطبة أو عقد زفاف أو توقيع عقد تجاري. من مساء الأربعاء تنشغلون في عادة تنظيم ميزانيتكم، انتبهوا إلى صحتكم. من مساء الجمعة تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة، ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. مواليد برج الدلو تجتازون فترة حظ ماليا وعاطفيا، تسعدون لخبر يتعلق بعهد أولادكم، الفترة جيدة للنساء للدخول في الحمل، جربوا حظكم بورقة نصيب. من مساء الأحد تنجحون في إنجاز عملكم والاستفادة من ذلك ماديا، منكم من يحصل على ترقية في عمله أو يبدأ علاقة عاطفية ضمن مجال عمله، مارسوا نشاطا بدنيا للمحافظة على صحتكم. من فجر الأربعاء تركز اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم وأحبائكم. من مساء الجمعة تنشغلون في ضبط ميزانيتكم، احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة، واحذروا في أي خطوة مالية جديدة لها صلة بشراكة. أخيرا مواليد برج الحوت يتركز اهتمامكم حول شؤونكم البيتية والعائلية، الفترة مناسبة لإعادة تنظيم مكتبتكم البيتية وإثرائها ببعض الكتب المفيدة. من مساء الأحد تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تقربكم من أحبائكم، بوسعكم ممارسة نشاط أدبي، جربوا حظكم. من فجر الأربعاء انتبهوا إلى صحتكم، خاصة أن العمل سيتراكم لديكم. من مساء الجمعة ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم بدل المواجهة. من يشكو من علاقة واهية من المحتمل أن تجد نهايتها. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل من حسب برجي والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية، وعلى الانستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج، ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية، مع السلامة.